مساكم الله بالخير. في وجهة نظر معتبرة تقول أن الكريسمس اليوم يمثل مناسبة اجتماعية أكثر منها دينية، وأن أسباب انتشار مظاهر الكريسمس اقتصادية بحتة، لأن في أمريكا بس تباع هدايا كريسمس بقيمة تزيد على 600 أو 700 مليار دولار سنويا في أمريكا فقط، وأن الشركات الأمريكية على وجه الخصوص بدأت تبتعد عن الجانب الديني، لذلك أصبحت تهنئ بهذه العطلة بعبارة هابي هوليدي بدلا من ميري كريسمس. هذه وجهة نظر مثل ما قلنا معتبر، لكن أنا شخصيا عندي وجهة نظر مختلفة. أنا أعتقد أن الديانات هي المستمرة، وبقية الأفكار تلد ثم تموت، لها عمر محدد، مثل الاشتراكية مثلا أو غيرها من الأفكار اللي ولدت ثم تقريبا ماتت الآن. وأنا دائما أردد أن الديمقراطية أيضا سيكون مصيرها مثل مصير الاشتراكية، وكذلك العلمانية وغيرها من الأفكار، لأن الحرب في آخر الزمان كما أخبرنا الرسول عليه الصلاة والسلام ستكون بين المسلمين والصليب، يعني هذه الأفكار كلها بتروح. الأفكار أحيانا تكون قوية وتجرف كل اللي أمامها مثل موج البحر، لكن هذا ما يأثر على التيار الرئيسي في البحر اللي هو المد والجزر. مهما حصل من عواصف فإنها لا تؤثر أبدا على المد والجزر. هذه العواصف اللي تسبب أمواج عاتية في البحر تبدأ ثم تنتهي، ويبقى المد والجزر لا يتأثر أبدا. حتى أثناء العاصفة وهيجان الموج يستمر المد والجزر، وتنتهي العواصف وتقوم عواصف أخرى ويبقى المد والجزر. المد والجزر يمثل الديانات المعتنقة، وأما بقية الأمواج الصغيرة والكبيرة والعواصف فهي تمثل الأفكار الأخرى غير اللي جاءت في الديانات السماوية. وهذه من الفوائد اللي نستفيدها مما أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم. وبدون الأحاديث اللي تحدثت عن آخر الزمان ما كنت أنا شخصيا لأصل لهذه النتيجة أبدا. وهذا ما يعني عدم دراسة العلوم الدنيوية الأخرى والاطلاع على أفكار أخرى، لكن الأساس هو دين. واللي يقولون أن الكريسمس مناسبة اجتماعية بدليل أن بعض الدول العلمانية اللي تمنع إقامة الشعائر الدينية مثل فرنسا، فهي ما تمنع إقامة أو إبداء مظاهر الكريسمس. رد عليهم سهل وبسيط جدا، وهو أن الكريسمس مناسبة دينية بدليل إقامة قداس سنوي في كل الكنائس الكاثوليكية في العالم، كما أن بابا الفاتيكان يلقي خطاب سنوي ديني بهذه المناسبة، يعني هي دينية بالطول بالعرض دينية.